لمس الكرة أمامية في مكان ممتاز عند الزبيدي، عرضية خطيرة، عبد الفتاح آدم يسجل الثاني، التعاون يتقدم، عبد الفتاح آدم يسجل الثاني، عرضية مثالية في مكان ممتاز لأن يتقدم التعاون بالهدف الثاني في وقت قصير، في وقت قصير. شوف العرضية وشوف تحرك عبد الفتاح آدم، تحرك ممتاز ورائع، وحط الكرة على يسار حمزي، حط الكرة على يسار حمزي لأن يتقدم التعاون بالثاني. اثنين اصبحت النتيجة، يتقدم عبد الفتاح الآن.